جات لنا استغاثة من طلاب الجامعة العمالية. الجامعة العمالية طبعا ليها 11 فرع على مستوى الجمهورية، لأنه حسب ما قالوا لينا وموضحين في التقرير التالي، جالهم فجأة قرار مفاجئ للطلبة أنه شهاداتهم هتتحول من بكالوريوس لدبلوم، والدبلوم ده كمان حسب ما اتقال لنا في التقرير برضو حبينا نفهم يعني إيه دبلوم منتهي، بالرغم من أن الكلية نفسها منذ إنشائها المفروض أنها 4 سنوات وبتعادل البكالوريوس. والناس اللي قدمت بقى الفكرة أنه الطلبة اللي مقدمين اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ده بس يعني ده حاجة يعني off the record كده، بس هي حاجة برضو مهمة الحقيقة، ده المدخل بتاع الطلاب عشان يدخلوا الجامعة العمالية في اسكندرية، فرع اسكندرية. ده حاجة يعني يمكن ملهاش علاقة بالاستغاثة، بس ده يعني برضو مشهد الحقيقة غريب جدا. بيقول لك انه الـ 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 المدخل عشان يدخلوا الجامعة بتاعتهم بيعدوا زي نفق او حاجة تحت الارض تقريبا، او في ظهر بيت حاجة كده، وبيمشوا بمسافة طويلة عشان يدخلوا مدخل الجامعة. حاجة غريبة شوية الحقيقة، بس دي جزئية تانية. تعالوا نسمع مع بعض التقرير وناخد عليه اتصال هاتفي مهم، نعرف شكوى هؤلاء الطلبة هل هم محقون في هذه الشكوى أم لا. الموضوع وصل بيهم ان هم بيقول الحقونا، احنا مستقبلنا بيضيع، احنا بندفع كل المصروفات اللي علينا، ولما التحقنا بالجامعة واصبحنا في سنة اولى او تانية فيها ده حصل على اساس انها 4 سنين وانها بكالوريوس، ما ينفعش فجأة واحنا في الجامعة نتفاجئ انها بقت سنتين وبقت دبلوم مش بكالوريوس. نتابع معا تقرير زميلتنا مارينا امير. دلوقتي احنا اول ما دخلنا عميد الفرع كان اسمه دكتور علاء الزمراني، سالته كذا مره احنا 4 سنين ولا اتنين، قال لي 4 سنين، وعملوا كذا مؤتمرات احنا 4 سنين ولا اتنين، قال 4 سنين ومعتمده وكل حاجه من الوزاره. اول ما جيت قدمت هنا جيت قدمت يدوي، لان انا سنين قديمه في الدبلوم، فما كانش ينفع ان انا اقدم في الدبلوم من الدبلوم للتنسيق يعني. فلما جيت قدمت هنا قلت لهم يا نظام الجامعه ايه، قالوا لي ان انت بتاخد بكالوريوس. انا كان عندي علم ان بعد اول سنتين انا ممكن اعمل معادله وامتحن وادخل منها هندسه حكومه، وتقريبا انا وكام شخص من عندنا من هنا كنا ماشيين على النظام ده ان احنا هنعمل كده. دلوقتي هم عاطين لنا شهاده مختومه ان هي دبلوم منتهي، يعني حتى ما ينفعش اقدم ثالثه ورابعه في اي معهد تاني. يعني في ناس دلوقتي معانا بتعمل معادله عشان تقدم هندسه، وبعدين خدوا الشهاده وراحوا عشان فرع كفر الشيخ عشان يقدموا هندسه ويمتحنوا المعادله، قالوا لهم انت دبلوم منتهي، ما ينفعش تقدم في اي حاجه ثانيه. دفع يمكن يدخل في 12000، ده غير الناس اللي بتيجي مثلا من مناطق بعيده وكلام ومصاريف وكلام من ده. بالنسبه للكتب، الكتب كانت يعني كانت بتنزل قبل الامتحانات يمكن باسبوعين بالظبط، كنا يعني شغلنا كله يعني اعتمادا على المكاتب اللي بره والكلام ده كله. هو كده خلاص قضى علينا من كل ناحيه كده، هو قضى علينا ما لناش ان احنا نكمل في اي حته ثانيه بره. حتى الناس اللي جايه بتقدم بتعرف ان هي سنتين بتسيب الجامعه وبتمشي. بالاضافه ان في مشاكل في الجامعه ذات نفسها احنا مالناش دخل بيها، دي هيئه التدريس مع الوزاره مع دي، احنا مالناش دخل بيها، احنا طلاب مالناش دعوه بالوجع الدماغ ده كله. وضع الشارع احنا بنعدي من جحر صغير كده من تحت بيت، طبعا احنا عادش عندنا هنا كلهم هيئه التدريس كلها مع عربيات فبتسمح لها من طريق تاني تبقى انضف شويه، لكن احنا كطلاب كلنا عشان ناخدوا مواصلات بنعدوا من جحر تحت بيت، بعد كده بنعدي سكة قطر، بعد كده بنخش بين مخازن شركات. مخازن شركات دي بعد ما تقفل ما بيبقاش عندنا هنا غير الغفر، ممنوع حد يعدي في الشارع. يعني لو واحد اتأخر بيه الوقت في محاضرة جوه ممكن ما يسمحلوش اللي هو يروح. الورشة تحت الصفر. احنا بنتكلموا الآلات كلها قديمة وورشة تحت الصفر، تعليم بسيط جدا يعني يعتبر حاجات بدائية. احنا معترفين ان التعليم ده ما يسويش الواحد هيطلع مهندس مراقب جودة، بس احنا دلوقتي هيبقى موقفنا ايه اللي قدمنا؟ احنا اللي موجودين جوه الجامعة ده هيبقى موقفنا ايه؟ بصحى من النوم لقيت نفسي مفيش تعليم، طب انا مستقبلي راح فين؟ انا واحد مقدم على اساس 4 سنين، طب وبعد ال4 سنين انا بقى جيت نمت كام يوم قالوا لي ده انت سنتين، انا واحد عايز اكمل تعليمي واشوف مستقبلي واهلي اللي مستنيين ان انا ابقى حاجة ضاع كل ده.
بنحاول نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا، تحياتي لحضرتك كل السيدات والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. حضرتك سمعت معانا هذا التقرير وسمعت استغاثة هؤلاء الطلبة، إيه الفكرة يا فندم؟ وأنا بس حبدأ بالسؤال البسيط قوي، إزاي أبقى في أولى أو تانية بالفعل وفجأة أتفاجئ عفوا بهذا القرار انه مش هتبقى بكالوريوس هتبقى دبلوم وهتبقى سنتين بدل اربعه؟ وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت بيان رسمي، بيان رسمي مؤرخ في ارقام القرارات الصادره بشان الجامعه العماليه. الجامعه العماليه تابعه لوزاره القوى العامله. الدور الوحيد لوزاره التعليم العالي ممثله في المجلس العالي للجامعات هو اعتماد الشهادات الصادره عن الجامعه العماليه. وفقا لحضرتك التقارير الصادر اللي انت زحتوه حاليا، الطلاب انفسهم اقروا بان نظام التعليم لا يرقى لمستوى منح البكالوريوس. اللي حصل ان المجلس الاعلى للجامعات ارسل لجان متخصصه من اساتذه وخبراء في كل التخصصات اللي بتدرس في الجامعه العماليه، ووجد ثلاث مشكلات رئيسيه. مشكله تتصل بالموارد البشريه، مشكلة تتصل بالإمكانات المادية، مشكلة تتصل بالإمكانات الفنية. ووجدت هذه اللجان أن ما يمنح من درجة علمية بالنسبة للجامعة العمالية لا يرقى لدرجة البكالوريوس. ويبقى التساؤل، هل في هذه الحالة المجلس العالي للجامعات يجد في هذه الحالة نمنح شهادات جامعية دون توافر الإمكانات بالفعل لتجعل مجلس مطمئن إلى الشهادة الصادرة عن الجامعة؟ الحقيقة اتخذ هذا الموقف. النقطة الثانية حضرتك اللي بتشير لها في التقرير أن أنه تم مفاجأة الطالب بذلك، قرار حضرتك صادر عام 2015، يعني مر عليه حاليا ثلاث سنوات. يعني طلبت أولى وتانية، يعني طلبت أولى وتانية ما تفاجئوش وهم في الجامعة؟ إطلاقا، إحنا البيان الرسمي الصادر عن الوزارة وأدعو أبنائنا الطلاب للدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي مؤرخ فيها قرار المجلس الاعلى للجامعات. طب سؤال معلش قد يكون بهذا الموضوع. طب يعني سؤال فني معلش، انا اسفه، سؤال ممكن معلش حضرتك ما تبقاش برضو يعني معاهم هناك، هم بيقدموا طبعا، بس ممكن يبقى عندك فكره، هل الطالب لما بيروح يقدم في السنتين اللي فاتوا في وسيله كوميونيكيشن او اتصال انه يعرف الموضوع ده؟ الجامعه حضرتك تبع وزاره القوى العامله، اسال حضرتك انه تسال وزاره القوى العامله في هذه الجزئيه. هل وصل حضراتكم قرار المجلس الاعلى والجامعات؟ لان دي مشكله الحقيقه قديمه وليست مشكله حديثه. طب يعني يا الجامعه العامله درجه البكالوريوس ده كلام رسمي. طب يا فندم، لذلك انا بقول لحضرتك هذه الجامعه لا تتبع وزاره التعليم العالي. ولكن امال يا فندم، معلش ثواني، معلش يا فندم استاذن حضرتك، احمد والنبي هات لنا الجامعه نفسها، يعني اليافطه او اسم الجامعه نفسه من بره مكتوب عليه وزاره التعليم العالي يا فندم. اهو مكتوب معتمد من وزاره الشهاده التي تصدر تعتمدها وزاره التعليم العالي. تعتمدها وزاره التعليم العالي بمعنى ان الشهاده الصادره عن الجامعه تعتمدها الوزاره. الوزاره لكن التبعية الاداريه والتبعيه الفنيه كلها لوزاره القوى العامله؟ طبعاً. طب احنا نحاول، لازم نحاول نتواصل مع القوى العامله برضه نعرف. عشان كده حضرتك بنقول ايه، البيان الرسمي يرجى مراجعته، لان البيان الرسمي بيقول طيب. انه باختصار ان الجامعه العماليه التابعه لوزاره القوى العامله. طيب هسأل حضرتك سؤال في الجزء الخاص بالتعليم العالي، سؤال ما كانش من الممكن ان احنا بدل ما نعقد المجلس ده ونخلص الى هذا القرار ان احنا ننزل من البكالوريوس لدرجة دبلوم فمن اربع سنين لسنتين، ما كانش ممكن ان احنا نرتقي بالمناهج اللي بتقدم؟ طب ده اللي طلبه المجلس، وقال المجلس ايه في قراره؟ حينما تستكمل كافة المقومات البشرية والمادية والفنية اللي هي بتوازي حال أوضاع الجامعات المصرية سيمنح هذه الدرجة. مفيش تعنت على الإطلاق، لكن الوضع الحالي للجامعة لا يمنح درجة البكالوريوس. إذن الشباب الموجود في أولى وتانية دلوقتي حاليا لم يفاجأوا، وهذا القرار موجود بالفعل وأعلن وأعلم به الجميع رسميا في 12/12/2015. قرار رسمي صادر عن المجلس الاعلى للجامعات
بأن الدرجة الممنوحة هي دبلوم مهني منتهي سنتين. طيب. قولا واحدا. ولما يكون ختم الشهادة يا فندم مكتوب عليه وزارة التعليم العالي يبقى. أنا بقول لحضرتك ما هي الشهادة لما نقول دبلوم منتهي ومعتمدة من التعليم العالي اعتمدتها كدبلوم مهني. هو كلمة دبلوم منتهي معناها إيه يا فندم؟ دبلوم منتهي معناها أن إمكانات الجامعة الموجودة البشرية والمادية والفنية ترتقي لمنح دبلوم مهني منتهي. يعني معناها حضرتك إنه ده مش بكالوريوس، ده رقم واحد. يعني ما ينفعش يعني كلمة دبلوم منتهي معناها إنه مش بكالوريوس، هو ده المعنى؟ طبعا دبلوم بالنسبة للطالب يؤهله مهنيا، لكن ليست الدرجة الأكاديمية اللي هي تعطي الطالب حق الحصول على البكالوريوس. طب الدبلوم ده يا فندم، الدبلوم ده هيعرف يدخله جامعة بعد كده ولا خلاص ده اخره في التعليم؟ بص 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 حضرتك، هي المسألة ايه باختصار؟ المسألة باختصار ان المجلس الأعلى للجامعات حينما يعطي شهادة معتمدة اي معهد موجود في مصر، اي جامعة موجودة في مصر بتعطى شهادة معادلة، معناها ان هذه الشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات. اللجان المختصة بمراجعة الموارد البشرية، بمراجعة أوضاع الجامعة المادية، بمراجعة الأوضاع الفنية، بمراجعة إمكانات التعليم، وجدت أن الدرجة الوحيدة التي يمكن أن تمنح من الجامعة هي الدبلوم المهني منتهي. السؤال هو كالتالي، طب يا فندم ما هو برضو مش ذنب الطلبة، مش ذنب الطلبة أن المناهج، عشان كده بقى بستفسر من حضرتك وبقول لحضرتك أرجو أن تستكمل دائرة الحوار وأن تراجعوا الجهة المعنية بإدارة اللي هي القوى العاملة وتراجعوا. طب أنا هعمل كده إن شاء الله. هنعمل كده إن شاء الله. ممكن بكرة إن شاء الله يكون معنا القوى العاملة على التليفون، نعرف بس وجهة النظر التانية دي، يعني فيما يتعلق بالمناهج والارتقاء بيها عشان نرجعها تاني تبقى بكالوريوس، ده يا فندم تبع القوى العاملة مش تبعكم. يوم ما يتم الارتقاء بالمناهج واستكمال الموارد البشرية واستكمال الموارد المادية والفنية في الجامعة لن نتأخر. أيوة يا فندم، والثلاث حاجات دي المسؤول عنها القوى العاملة مش حضراتكم، صح كده؟ بالضبط. عشان بس بكرة لو كلمنا القوى العاملة ما يقولناش التعليم العالي اللي مسؤول. ده كلام اللي أنا بقوله لحضرتك، كلام مؤكد. تمام يعني. تمام. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عادل عبد الغفار، متحدث باسم وزارة التعليم العالي، وإن شاء الله نتابع الموضوع بإذن الله، عشان بس الشباب دي يدول شباب عايز يتعلم داخل نفسه يطلع بكالوريوس وعايز يكمل وعايز يشتغل بشهادة عليا. فيعني إن شاء الله نتواصل بكرة بإذن الله، إن شاء الله نتواصل بكرة مع القوى العاملة بس، ونشوف إيه بقى الإمكانيات إن إحنا نشتغل بسرعة على فكرة إن إحنا نغير المناهج ونطورها ونشوف الإمكانيات المادية والبشرية إيه.